هاي سياحتنا في مملكة البحرين. يجونا ضيوف مو بعارفين وين نوديهم، ساحل قرالي وحديقة محرق الكبرى، حديقة محرق الكبرى مستانسين على النافورة شلال ينزل عليها اسمها الكبير، وثلاث ربيات الدشة. هاي عند المطار، حديقة عند المطار كذي كلها ممشى. البحرين كلها اشتوت ممشى وكلنا متان صراحة. سعادة الرئيس يعني تكلم الصيد، ما في مقاومات سياحة في البحرين، لنقص على روحنا. خليكم بتروحوا اللي انتوا اوروبا، بتجيبوا مال اوروبا بتقول لهم تعالوا تسيحوا في البحرين، ايش عندهم؟ تودي سيتي سنتر ولا بتودي في نيوز ولا بتودي محرق؟ عندنا حق حلوة شويطر صراحة. يعني شنو مقاومات السياحة اللي ثلاثة ايام بتم في البحرين؟ اكونتوا يلا دشوا الحين على الانترنت وشوفوا، والله يسلمك اقل شاليه بتحجزه في البحرين بكم؟ بيطلع لك 300 ولا 400 دينار حق اليوم، اغلى من تذكرة سفارة تروح فيها دولة اوروبية لمدة اسبوع وبعد يوم واحد. اي ما علي، خلي غششني خالد مو مشكله.